بوقت وافقت وزارة الصحة اللبنانية على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في الروسي، واستطاع القطاع الخاص استيراده وبالتالي دخوله رسميا على خط التلقيح. عملية كباش عم تشهدها الساحة اللبنانية حول اللقاح الجديد سبوتنيك لايت، ترافقت مع تحذيرات أطلقها رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري. نحن كنا عم نقول انه هذا اللقاح غير مرخص للاستخدام بلبنان، فبما انه هو بعده تحت شعار التجارب السريريه ممكن لذلك نفضل انه اذا بده يفوت على لبنان بده يفوت تحت شعار التجارب السريريه. التجارب السريريه في لها شروط، لها مواصفات، لها ناس بتابعوها. المواطن بده يمضي على اوراق، ممنوع يتخذ مصاري منه المواطن، وبده شيء بسموه المجلس اخلاقيات طبيه لمتابعتها ومتابعه هذه الدراسه. لذلك نحن عم نقول من الباب العلمي، لا بدنا نفوت لا بالحسابات التجاريه ولا بالحسابات الاجتماعيه الخيريه او السياسيه. نحن هذا اللقاح حتى هذه اللحظه علميا لم يرخص له في لبنان، ولذلك نحن هذا بنعطي وجهه النظر لوزاره الصحه. وزاره الصحه هي صاحبه الشأن بالتصرف. معلومات صحفية أشارت إلى أن مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري عم يسعى إلى استيراد لقاح سبوتنيك لايت المذكور إلى السوق اللبنانية، فهل الدولة قادرة على المراقبة وضبط الموضوع؟ لبنان اساسا بلد بتعرف انه بفوت عليه كل شيء بدون ما يكون في اذن حدا، يعني ف يعني نحن بنعرف انه كان فتت لقاحات بالزمان بدون اذن، وللاسف كثير زملاء حكم عطوها. اكيد هذا كله تحت نيه طيبه، يعني ما حدا عم يشك بنيه حدا، لكن نحن بنقول من باب الحرص، من باب الوضوح، من باب ما يسمى استقرار المعلومات. لانه بدي ارجع اذكر المواطن اللبناني استاذ جورج انه نحن هدف الحملة اللقاحية الكبيرة هي 3 شغلات: تمنيع الأفراد، تمنيع المجتمع، وعودة الحياة إلى ما كانت عليه، لأن اللبنانيين فطسوا واختنقوا بسبب الإجراءات اللي عم تتخذ لحتى تمنع انتشار الفيروس. سألنا البزري عن مسار التلقيح بأسترازينيكا بلبنان، وخاصة بعد الحديث عن آثاره الجانبية من هالجلطات. لمساء أمس كان في 12 ألف واحد تقريباً أخذوا لقاح أسترازينيكا بلبنان، لم تسجل أي مضاعفات خطيرة، سجلت بعض اللي بسموها الآثار الجانبية اللي من اعتبارها اعتيادية مع مثل أي لقاح آخر، وتم إبلاغ ما يسمى نظام التيقظ الدوائي اللي موجود بالبرنامج الوطني وتابع لوزارة الصحة وللجامعة اللبنانية بهذا الملف. المعلومات اللي واردة عن هذا اللقاح بالعالم انه اعطي حوالي 200 مليون جرعة منه بكل العالم، هو اكثر لقاح يباع بالعالم وانتشارا في العالم، لانه هو لقاح بدي اقول الشعب. يعني المشكلة انه ارتبط بقسم قليل منه ب 25 جرعة، 25 مليون جرعة لقاحية باوروبا، 86 واحد عملوا حالة تجلط نادر، يعني نسبة التجلط في 4 بالمليون. مثل ما بيشير اسمه سبوتنيك لايت، أي يعطى بجرعة واحدة وبيسمح بتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا بمقدار ما بين 50 و60% فقط. ليبقى السؤال، هل رح يتم التصديق عليه قبل ما نشوفه بلبنان؟